الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفى من برلين الكلام عن أن بلاده تريد المشاركة في حرب أخرى في سوريا، وقال إنه كلام غير دقيق. على العكس منه، أكد أن ما تريد واشنطن صنعه هو وضع حد للحرب، زاعما أن الوصول إلى سوريا الديمقراطية هو هدف دعم الإرهابيين. بعد القرار الأمريكي بتسليح الإرهابيين المسلحين أصلا، مضافا إليه الكلام المشوه حول استخدام السلاح الكيماوي والتعهدات الأوبامية بدعم الرسالة الإرهابية في سوريا بكل الوسائل المتاحة، يطل الرئيس الأمريكي باراك أوباما من برلين قائلا بأنه يريد أن يرى سوريا موحدة وديمقراطية وتنعم بالسلام. ولكن أي ديمقراطية تلك التي يريدها أوباما عندما يقدم السلاح والدعم المادي والسياسي والإعلامي لإرهابي جبهة النصرة المتطرفين ممن تم تصنيفهم قبل أشهر معدودة على لائحة الإرهاب الأمريكية؟ وأي سلام يريده أوباما لسوريا وهو يدعم أكلة لحوم البشر ومستخدمي السلاح الكيماوي ضد الأبرياء في خان العسل؟ أسئلة كثيرة تطرح حول التصريحات الأمريكية وبعض الغربية التي ترى الأمور من منظار مصالحها المنحرف الذي لا يقيم أي وزن لآلاف الضحايا الأبرياء الذين تحدث عنهم أوباما، متجاهلا أن جلهم لقوا مصرعهم بسبب شحنات السلاح الأمريكية والإسرائيلية على يد إرهابيين تقوم الاستخبارات الأمريكية والغربية بتدريبهم وإرسالهم لقتل الشعب السوري. كلام الليل الذي يمحوه النهار لم يعد القاعدة الأمريكية الوحيدة، فالمتناقضات الأمريكية بات يجمعها الجواب على سؤال واحد يزعم فيه أوباما أنه يدعم الحل السياسي في سوريا ويعرب فيه عن نواياه بتقديم أشكال مختلفة من الدعم للإرهابيين. دول الثماني موحدة بشأن الاتفاق على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا، والحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المشاركة في حرب هناك ليس دقيقا، وما نريد أن نفعله هو أن نضع حدا للحرب هناك. وفي الوقت الذي تقدم فيه أمريكا السلاح للإرهابيين وتعلن عن نيتها زيادة دعمهم دون أن يفصح أوباما عن شكل مساعداته العسكرية تلك، تبقى أصوات الأوروبيين خافتة في هذا المجال، ولا سيما المخاوف من مغبة خروج الإرهاب عن السيطرة ووصوله مستقبلا إلى بلدانهم. إذا ما زاد تدفق الأسلحة فإن ذلك قد يستهدف الاستقرار في بلدان المنطقة. الكلام نفسه انسحب على بريطانيا التي فقد رئيس وزرائها ديفيد كاميرون الدعم السياسي اللازم لاتخاذ خطوة تسليح الإرهابيين بحسب ما ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز. الانقسامات بين أمريكا وبعض الدول الأوروبية بين داعم ورافض لتسليح الإرهابيين تبقى مسرحية توزيع أدوار يتبادلونها تعبيرا عن شلالهم في اتخاذ خيارات أحلاها مر نظرا لانعكاساتها الكارثية على بلدانهم.